السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي أخبار وثقافة، سعداء بلقياكم في جلسة جديدة مع متتبعي الأخبار وكذلك جميع المتتبعين ديال قنوات اليوتيوب. كنأكد عليكم، كنت نشرت أخيرا شي فيديوهات ولكن يعني المشاهدة ديالهم فاجأتني، كانت تراجعت وما عرفتش الأسباب ديال هذا. لذا نطلب بكم باش تشجعوا على القناة الفتية، بارطاجيو وديروا جيم وديروا تعليقات باش يوصل عدد أكبر من المشاهدين والمتتبعين. اليوم كاين واحد الحدث إفريقي، هو الدورة 36 الاتحاد الإفريقي لمجتمع في أديس أبابا بإثيوبيا. وهذا المؤتمر كان من بين المقررات اللي غادي يدرسها هي عملية طرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي، وإن كانت كاين كذلك محاور أخرى ديال الطاقة في إفريقيا والمناخ والغداء في القارة السمراء، إلا أن الجزائر من أجل تغطية على هذا الطرد ديال الجمهورية الوهمية جابت واحد القرار، واحد باش تجلب الانتباه وباش تغير الاتجاه ديال المؤتمر، هو طرد إسرائيل كمراقب الاتحاد الإفريقي. وإسرائيل هذه مدة طويلة وهي مراقب الاتحاد الإفريقي، ولكن الجزائر اليوم تحاول طرد ديال إسرائيل من منظمة الاتحاد الإفريقي. ماشي الهدف ديالها هو طرد إسرائيل بغض هي وجنوب إفريقيا، بغض بقدر ما الهدف ديالها والاهتمام ديالها هو هذا الإجماع ديال 30 دولة إفريقية اللي اتفقت باش تطرد هذه الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي. وهذه الدول الإفريقية ماشي اعتمدت من فراغ، إنما اعتمدت على القانون، لأن باش تكون واحد المنظمة ولا واحد المجموعة في الاتحاد الإفريقي لا يجوز، لأن في القانون الدولي كيقول لك الدولة باش تثبت بالإقليم، يعني خص يكون عندها إقليم، خص تكون عندها حكومة، خص تكون عندها، ولكن هادشي غير متوفر، لأن حتى الطريقة باش هما داروا الحكومة ديالهم داروها في الجزائر، ماشي ما يمكنش نسميها حكومة المنفى، نقولها حكومة المنفى لو كان كانوا في الصحراء وداروا حكومة ومن بعد طردوهم من الصحراء غادي نقولها حكومة المنفى. هما داروا حكومة حتى قبل، هما يطالبون بالاستفتاء ولكن هما داروا حكومة ودولة قبل الاستفتاء، وهذا غير منطقي وغير قانوني، لأن باش دير واحد الدولة بالحكومة ديالها وكذا وهي ما عندهاش الإقليم، القانون الدولي وهذا الشيء المعروف عند الناس ديال القانون باللي ما كاينش الأرض وما كاينش الإقليم وما كاينش الحكومة. إذا الحضور ديال الجمهورية الوهمية أو بوليزاريو في الاتحاد الإفريقي هو بالحقيقة إهانة، إهانة للاتحاد الإفريقي، لأن كيفاش تدخل واحد دولة غير موجودة تدخلها في الاتحاد الإفريقي؟ حتى حنا غدا نجيبو شي حركة انفصالية في شي دولة، وكاين بزاف الحركات الانفصالية في إفريقيا ولكن ما داخلينش الاتحاد الإفريقي. إذا أي حركة تكون انفصالية ولا ما يمكنناش ندخلوها، لأن غادي تكون يعني بواحد الإهانة للاتحاد الإفريقي اللي خص يكون فيه دول ودول عندها السيادة ديالها وعندها الأمور ديالها القانونية باش تكون تحظى بهذا القبول في الاتحاد الإفريقي. وحاولت الجزائر اليوم كذلك باش تدخل الجمهورية الوهمية في بعض الهيئات ديال المنظمات الإفريقية. علاش؟ علاش بغا تدخلها في بعض الهيئات ديال المنظمات الإفريقية؟ لأن المغرب لما بقى يحاصرها في جميع المناطق والهيئات، مثلا داروا القمة الصينية الإفريقية ما حضرتهاش البوليزاريو بطبيعة الحال، والقمة الأمريكية الإفريقية ما حضرتهاش البوليزاريو، قمة اليابان الإفريقية كان وقعت الأشقاء التونسيين في خطأ وحضروا الجمهورية الوهمية واللي كان وقع مشكل بين المغرب، ولكن نتمنوا إن شاء الله باش ما يتكررش، لأن احنا الهدف ديالنا هو توحيد الشعوب المغاربية وما خصناش ندخلوا متاهات مع الأشقاء. لا 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 لا. وفعلا المغرب أجهض هذه العملية، لأن لما كيكونوا في هيئات إفريقية، لما يدخل في واحد الهيئة إفريقية غدا يمشي يتفاوض باسم إفريقيا، ولما يتفاوض باسم إفريقيا ما يمكنش تقول له أنت هذا بوليزاريو ما يدخلش، كي يكون في الهيئة
ديال سواء الاتحاد الاوروبي او الهيئات الامريكيه او جميع الشركاء اللي كيتعاملوا معهم الافارقه، لما كتدخل واحد الدوله في شي هيئه يعني ما يمكنش غادي تقصيها انت. لذلك المغرب الحمد لله كان فطن وقلع وجهض هذه المحاوله ديالهم، يعني فشل هذه المحاوله ديالهم اللي الهدف ديالها هو اقحام جمهوريه الوهم في الهيئات الافريقيه. في الحق هذا مشكل الصحراء طول، لان الاخوه في الجزائر مصحوبين بجنوب افريقيا التي اصبحت الان تعمل جنبا الى جنب مع الجزائر، نسات حتى هي المشاكل ديالها، ولكن البترو دولار ديال الجزائر هو اللي كيشري عليها الاسلحه، كيشري عليها يعني جميع المواد اللي يمكن تحققها الجزائر، يعني مشجع جنوب افريقيا باش تكون دائما ضد المغرب. وهذا الشيء نتمنى باش الدبلوماسيه ديالنا تشتغل مع جنوب افريقيا من احزاب وهيئات ومنظمات باش يفهمهم ان المغرب في صحرائه، وان الوحده الترابيه امر لا رجعه فيه، ويفهمهم ان قضيه هذه الجمهوريه الوهميه هي يعني صراع مغربي جزائري. وكما تعرفوا ان الجزائر لما كانت الحركات التحرريه في الصحراء المغربيه ما كانتش الجزائر كتدعمها، الا بعد ما المغرب قرر تنظيم المسيره الخضراء نهضت وحولت المسار ديال جبهه بوليزاريو من مسار تحرري وحدوي الى مسار انفصالي بقياده بطبيعه الحال القذافي ومجر. هما في البدايه خوفوا لما كانت غادي تنطلق المسيره الخضراء، خوفوا ابناء الجنوب، خوفهم وغروا بهم وخذوا واحد المجموعات منهم لتندوف، والهدف ديالهم واش هو معاكسه المغرب. وهذه الفتره اللي كانوا يعاكسوا فيها المغرب كانت عرفت واحد طفره ديال البترول، واحد يعني ارتفاع ديال البترول، لان الجزائر كلما يرتفع البترول والغاز الا الهدف ديالها باش تنمي بلادها باش يعني تخدم البلاد ديالها هي معاكسه المغرب. اسعار البترول كما تعرفوا وربما الشباب اللي مازال صغار ما كيعرفوش هذه الفتره، لما قامت حرب اكتوبر حرب رمضان اللي شاركت فيها القوات العربيه، جميع القوات العربيه شاركوا في حرب رمضان سواء في الجبهه ديال سيناء ولا الجبهه ديال جولان مع سوريا، الحرب ديال رمضان اللي كان تفوق واضح ديال الجيوش العربيه، وقع واحد الارتفاع ديال البترول. هذا الارتفاع ديال البترول ساهم بشكل كبير يعني في تقويه الدول اللي كانت عندها المعسكر الاشتراكي، لان الدول العربيه كانت منقسمه الى معسكرين، المعسكر الاشتراكي الذي كان يقوده في البدايه الزعيم جمال عبد الناصر، وبعد وفاه عبد الناصر بقى الزعماء ديالو هو معمر القذافي والجزائر وسوريا، ولكن ليبيا كانت عندها عداء كبير للملكيات، ليبيا كانت دائما ضد الملكيات وكانت تخلق الفتن والعراقيل وتشجع انقلابات. انقلابات في ذاك المد الاشتراكي اللي كان وقع في الستينات وحتى قبل الستينات، يعني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لما انقسم المعسكر إلى معسكر ديال غربي ديال الولايات المتحدة ومعسكر شرقي، بعض الدول العربية وخاصة اللي ساعدتهم روسيا على الاستقلال، لأن الاستقلال ديال القارة الإفريقية جاء بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. لما كانت نهاية الحرب العالمية الثانية ظهرت بعض القوات اللي ما استفدتش من الكعكعة ديال تقسيم يعني استعمار الدول، وهذه خص يكونوا عارفين الناس ولا اللي يهضروا على المقاومه ولا اللي راها ساهمت تحرير الشعوب، لان لما انهزمت فرنسا في الحرب العالميه الثانيه
وهتلر هزمها واستعمرها، هي كانت مستعمره الناس وهو استعمرها. اذا هنا وقع واحد الكره بعد الحروب، وقع كره الحروب في الاوروبيين، اصبحوا يكرهون الحرب نظرا للدمار الكبير الذي خلقته هذه الحرب العالميه، مما جعلهم يحبذون الخروج من مستعمراتهم. ناض الطيارات اللي كتقول لك خصنا نخرج من المستعمرات، إضافة إلى أن دول كبرى ظهرت في الساحة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي كما عرفتوا 2017 يعني الانقلاب اللي كان وقع الاتحاد السوفيتي، وظهر الاشتراكيين بقوة والشيوعيين لينين وستالين وما جاورهما من المد الاشتراكي. يعني بعض الدول اللي كانت في المعسكر الاشتراكي بقت عندها عداء كبير، الحرب الباردة، دخلت في الحرب الباردة. إذن القذافي كان يحاول الانقلابات، يحاول يشجع الانقلابات، يشجع المعارضين، كاع المعارضين ديال الدول الرأسمالية ولا كما كان يسموهم هما الدول الإمبريالية والرجعية، ولا خص يشجع المعارضين ديالهم باش يديروا انقلابات وباش يديروا يعني يعاكسوا الدول اللي كان فيها الرأسمالية. القذافي هو نفسه يعني الانقلابات بدأت منذ جمال عبد الناصر، ان جمال عبد الناصر ضباط الأحرار انقلبوا على الملك فاروق، من بعد القذافي انقلب على السنوسي، الملك السنوسي الملك الهادي الوديع، انقلب عليه القذافي واصبح هو زعيم كبير ديال المد ديال الانقلابات سواء في افريقيا ولا كذا، كان عنده تحركات. كذلك انقلاب الهواري بومدين على بن بلا وعلى الاصدقاء ديالو اللي منهم من قتلوه ومنهم من اودعوه سجن الناس ديال الثوره الجزائريه، يعني اللي ما مشاش معاهم في الخط وما مشاش معاهم في يعني في الرؤيه واستسلم وخنع، يعني كان يتعرض للعقاب والقتل. إذن هالظروف أنا علاش أتحدث لكم على هالظروف باش نوضع قضية الصحراء في سياقها التاريخي، لأن الصراعات اللي كانت بين المشرق بين الدول الاشتراكية والدول ما يسمى بالمعسكر الغربي والمعسكر الشرقي كان عندها تأثيرات في الساحة. وكما سبق لك قلت أن العديد من المعارضين المغاربة كانوا يتخذون من ليبيا والجزائر موطن لهم، مثل الفقيه البصري وغيرهم من المعارضين اللي كانوا يفروا الحدود كانت مفتوحة، واللي كانوا يهربوا وكانوا يلقوا الدعم من هذا الاشتراكيين. فكانت في فترة الاستقرار ظهور، هذه الفترة كان ظهور ديال واحد الشباب متحمس في جميع أرجاء المغرب، ماشي غير في الجنوب، جميع أرجاء المغرب كانت واحد المحبة الأفكار الاشتراكية، وكانت موضة بحال اليوم كان المد ربما الإسلامي الإخوان ولا السلفيين ولا في ذيك الفترة كان اشتراكي. يعني لما قلت أنا اشتراكي تقدمي يعني ما تكونش عندك واحد القيمة، خاصة في أوساط المثقفين كانت الأفكار ديال ماركس ولينين، حيث كانت يعني كل شيء كيتحدث عليها، والناس في صراعات بين النخب الجديدة، لأن بعد الاستقلال المغرب بعد الاستقلال وخروجه من الاستقلال راك عارف الدولة لما تخرج من الاستقلال تكون ضعيفة وتكون كل واحد باغي يحكم. لذلك كانت صراعات سياسية يعني قوية، انقلابات تحركات أحزاب يسار، يعني كاين واحد الخليط، هذا الخليط هو اللي يعني خلق بعض المشاكل لهاد الشباب المغاربة. الشباب المغاربة اللي كانوا تهما دخلوا في هذا المد اشتراكي شيوعي. المغرب ظلم من أشقائه بطبيعة الحال، لأن الأرض ديالو، وكانوا اتفقوا في مؤتمر إفران واتفاقية إفران بلي الجزائر ستساعد المغرب وستكون بجانبه وتدعمه شريطة باش يدير ترصيد الحدود وباش يكون يعني واحد اتفاق يخدم البلدين ويخدم منطقة المغرب العربي، وهذا الشيء اللي كان في البداية. المغرب
اللي اليوم بعض الاخوان يقول لك علاش المغرب تتحرر الصحراء عندنا ديالنا. المغرب منذ استقلاله المغرب طالب باسترجاع الاقاليم الجنوبيه سواء منذ استقلاله. في خطاب 58 ديال محمد الخامس طيب الله طرفه حميد الغزلان اكد ان استقلال المغرب ناقص ما دام لم يسترجع كل اقاليمه الجنوبيه. وقضيه تصفيه الاستعمار اللي كيتحدثوا عليها الان لا 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 بعض لا الجزائر ولا صنيعتها بوليزاريو يتحدثون على تصفيه الاستعمار موضوعه الامم المتحده. المغرب هو اللي وضع تصفيه الاستعمار ماشي بوليزاريو لم تكن موجوده اصلا. فكيف يمكنها في 63 ولا في الستينات باش توضع هذه القضيه؟ المغرب هو الذي كان يطالب باسترجاع اراضيه. وفعلا جيش التحرير المغربي كان عازما على تحرير الاقاليم الجنوبيه. وان كان اللي وقف هذا التحرير هو الصراعات اللي كانت بين الاجنحه ديال الحزب ديال جيش التحرير وكذلك بين الاجنحه السياسيه، لان المستقل المغرب كان بعض الاجنحه اللي كان صراع بين الاجنحه الناس ديال الاحزاب مع جيش التحرير. وكان وكذلك الاستعمار كان عنده تدخلات باش يفرق وباش يخلق. ولكن رغم ذلك جيش التحرير في انتفاضة قبائل آية بعمران والعمليات العسكرية البطولية التي قادها أعضاء جيش التحرير ونجحت في تحرير كثير من مناطق الجنوب المغربي من سيدي إفني وآية بعمران حتى طرفايا. وفي الأخير إسبانيا لما شافت هذا الزحف ديال جيش التحرير وخافت في 10 يناير 58 أعلنت أن الساقية الحمراء والذهب مقاطع إسبانيا باش تقول لك بلي ما غاديش يعني ما غاديش تعطيك شي ارض تما وما غاديش تزيد تسلم لك الاراضي كما سلمت طرفايا وسيدي إفني. محكمه العدل الدوليه لما استشيرت في قضيه ملف الصحراء قالت ان هناك روابط بيعه بين سكان الصحراء وسلاطين المغرب. ونظرا لان الاوروبيين ولا القانون الدولي اليوم ما كيعرفش ما هي البيعه، ما كيعطيهاش واحد القيمه، لان البيعه لما قالوا بلي كاين البيعه في محكمه لاهي بهولندا قالوا كاين البيعه بين المغاربه بين سكان بين سكان الصحراء اقاليم الجنوبيه واهل المغرب. يعني صافي البيعه بالنسبه لنا هي حد فاصل، وان البيعه بالنسبه للمسلمين هي اقوى واسمى قانون يربط بين الرعيه والسلاطين الذين تعاقبوا على المغرب. وأهل الصحراء ما كانوش انفصاليين نهائيا، حتى أن أول حركة تحرر ولمحمد البصير المنظمة الإسلامية لتحرير الصحراء المغربية. هذا الشاب العائد من سوريا كما جاء في كتاب عزيز كوكاس يعني كيقول لك عائد من نكسة 67 التي انهزم فيها العرب، جاء بواحد الحماس وكان الهدف ديالو هو تحرير الاقاليم المغربيه. الا ان اسبانيا في انتفاضه العيون اعتقلت وتحت التعذيب مات سلم البصيري، مات في التعذيب ديال السجون وغياهب السجون ديال الاستعمار الاسباني. وحتى الشعارات الواردة في كتاب السي عزيز كوكاس كيقول لك الشعارات التي كانت تحملها هذيك الجماهير لما كانت دير تظاهرات لما كانت اسبانيا كانت على الجزائر تما ما تكلمش، ما كانتش تقول اسبانيا خرجي ولا اعطي لهذو ولا اعطي لهذو، لا، لان كانت تشوف اسبانيا كانت خايفة اسبانيا مخلية الامور غادية حتى المغرب بغى يسترجع الاراضي ديالو وهي تقول تقوم بحمله ليو فرانكو. يعني دعمت فرانكو مع الخارجيه الجزائريه داروا جهود كبيره، وهذا ما يتحدث عن كيسنجر وزير الخارجيه الامريكي السابق باللي كانوا ضد انطلاق المسيره الخضراء واللي حاولوا ما امكن باش يوقفوا المسيره الخضراء. هذه المسيره الخضراء لما انطلقت غير نشيروا لها ماشي هي الموضوع ديالنا، لما انطلقت المسيره الخضراء
كان فيها دوان، يكون كانوا يعرفون أن المغرب غادي يستعمر هاد الأقاليم الجنوبية، كامل يكون مش معاه. كما تكون معك الولايات المتحدة الأمريكية، وتكون معك السعودية والإمارات والأردن وتونس والسنغال وغيرها من الدول شاركين، وإن كانت مشاركة رمزية، شاركين بالأعلام ديالهم في المسيرة الخضراء. هما كون ما كانوش يعرفوا ويعتقدون ويعرفون ويجزمون أن هذه الأرض أرض مغربية، لم تكن أي دولة هناك حتى نقولوا كانت واحد الدولة والمغرب غادي يستعمر. هذه أقاليم جنوبية كانت تربطها روابط البيعة بين السلاطين المغاربة دائما، وكنكررها منذ المرابطين والسعديين والموحدين والعلويين، دائما كانوا ظهائر التوقير التعيين وظهائر ديال سواء في القضاء ولا الولاة ولا القبائل، كان دائما عندها بيعات سلاطين المغرب. الا من بعض الدول المركزيه كينقص داك الشيء. علاش كينقص؟ لان ما كانش الامكانيات ديال اليوم السلطان من فاس او من مراكش او يكون دائما تابع القضايا، لان الدوله شاسعه وكانت مناطق دائما عندها البيعه، وعندها البيعه للسلاطين والبيعه وكذلك الروح الدينيه لامير البلاد. ونرجعوا للمظاهرات اللي تحدث عليها عبد العزيز كوكوس في الكتاب ديالو. كانت شعارات الناس اللي كانوا بدون هذوك الشباب لما كانوا يطالبوا اسبانيا بالجلاء على الاقاليم الجنوبيه، كانت كلها شعارات وحدويه في مثل الله يهد الاوطان وينصر السلطان، بفضلك يا سيدنا الصحراء تصبح بايدينا، كما ان مصطفى السيد الوالي اللي هو زعيم رحمه الله، كان زعيم بوليزاريو، كان بطنطان ثم انتقل لإتمام دراسته الثانوية بتارودان، بعدها إلى مراكش وإلى الرباط لإتمام دراسته، حيث سينخرط في صفوف الحركة الماركسية لطلبة المغرب في زمن هيمنة اليسار على الساحة الجامعية. يعني هاد الشباب ديال أهل الصحراء كيفهم كي الشباب ديال الشرق وديال الجنوب وديال الشمال وديال، فيهم الشباب اللي كان متحمس المد الماركسي الليني، واللي قرا في الجامعه راه يعرف اوطيف ديال الطلبه شحال كانوا بكري، واحد الحماس كبير المد اليساري كان مسيطر عليها، وكان واحد الحماس كبير لهذه المنظمه اللي تمثل طلبات المغرب، وكان من بينهم هاد الناس ديال الصحراء اللي كانوا تحمسوا وكانوا باغيين يشتغلوا في نطاق اشتراكي. ونظرا للظروف اللي كانت في المغرب ونظرا للصراعات اللي كانت في المغرب، هاد الناس جاوا المغرب والتقوا مع قادة سياسيين مثل علال الفاسي عبد الرحيم بوعبيد وعلي يعتا والفقيه البصري. ولكن هذيك الفترة ربما عن قصد أو غير قصد كانت الناس كلها تريد، كانت متوجهة غير خصهم يوصلوا للمسؤولية وخصهم يحكموا، لذلك ما تنبهوش لهذا الشباب وما احتواوش هذا الشباب. ويقول الفقيه البصري في مذكراته كما ورد في كتاب عبد العزيز كوكاس: وشخصيا أعتقد، هذا المرحوم البصري اللي كان معارض، الفقيه البصري اللي كان من المعارضين في المغرب، وشخصيا أعتقد أننا نتحمل مسؤولية ضياعنا للسيد الوالي وعددا من أمثاله، فقد جاء إلينا وظل يطوف على الزعماء والقادة. السيرة الذاتية للفقيه البصري. وهاد الشباب ديال الصحراء المغربية ما كانش عندهم نهائيا في البداية ديال المسار ديال النضال في الصحراء أي رغبة في الانفصال، إنما كانوا وحدويين يريدون تحرير الجنوب وجمع الشمل مع الشمال من أجل قيام نظام على حسابهم، الأفكار ديالهم والتوجهات ديالهم ديال اليسار. ولكن بعد الصراع الذي وقع
بين المغرب والجزائر وليبيا واستعانوا بفرانكو الذي كان هو الآخر يريد إبعاد المغرب عن قضية الصحراء من خلال تشجيع الصحراويين باش يديروا حكم ذاتي عندهم الصحراء ولكن يبقوا تابعين لإسبانيا. حاولوا ما أمكن خلق هذه النزعة الانفصالية اللي ما كانتش بداية إحداث البوليزاريو، ما كانتش نزعة الانفصالية، كانت نزعة وحدوية من أجل توحيد المغرب. وكان الشباب الصحراوي منذ القديم يعني عنده واحد النزعة وحدوية، إلا أن المؤامرات والدسائس هي اللي غيرت هذا الاتجاه. طولنا بزاف، غادي نعود إن شاء الله لهذا الموضوع باش نتحدثوا على قضية الصحراء بشكل واسع الحلقات القادمة. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء، نتمنى منكم باش تشجعوا القناة باش تزيد البحث ديالها على القضايا الوطنية. نتمنى لكم التوفيق النجاح، ما تنسوناش اللايك والبارتاج والانتقادات ديالكم والتعليقات ديالكم. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.